بداية أحب أشكر الاتحاد الكويتي للمبارزة على استضافته لهذه البطولة، كون أن هذه البطولة تعتبر من أقوى البطولات اللي أنا أصنفها كلاعب سابق، اللي هي بطولة آسيا يجتمع فيها أقوى اللاعبين على المستوى العالمي والآسيوي، كون أن اللاعبين الآسيويين ينافسون على العالمية ولله الحمد. وأنا أشوف الاتحاد الكويتي اليوم جمع كوكبة من اللاعبين في هذه البطولة، أسأل الله التوفيق للاتحاد الكويتي ولاعبين المنتخب الكويت في هذه البطولة إن شاء الله، وما هي غريبة عليهم إذا حققوا فيها ميدالية، كون أن اللاعبين محققين فيها أكثر من ميدالية في السنوات السابقة. وبالنسبة للاتحاد الكويتي مشكور على هذا التكريم اللي صار اليوم بمناسبة 50 سنة مرور على الاتحاد الكويتي مبارزة وانطلاق شعار جديد. مشكور السيد عبد الكريم الشامر رئيس الاتحاد الكويتي مبارزة على هذا التكريم، وأسأل الله التوفيق لجميع الاتحادات الموجودة إن شاء الله في هذا، وأسأل الله إن شاء الله نكون ما ظلمنا أحد ولا يكون الاتحاد الكويتي ظلم أحد في هذه البطولة إن شاء الله.